سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أدام الله عزكم، أصحاب الفخامة والسمو، أصحاب الفضيلة والمعالي، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في الحفل السنوي الذي يقيمه سيدي خادم الحرمين الشريفين أيده الله تكريماً لكبار ضيوف الحج، سائلين لكم المولى عز وجل حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً. القرآن الكريم خير ما نبدأ به حفلنا المبارك هذا، يتلو عليكم بعض آياته الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن علي ابن نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الكلمة الآن لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بن طاهر بنتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظكم الله وأيدكم بنصره، أصحاب الفخامة، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة والمعالي، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي، يطيب لي في هذا اليوم المبارك من أيام التشريق أن أرفع لمقامكم الكريم التهنئة الخالصة من جموع الحجيج بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله على بلادنا وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. كما يشرفني أن أتقدم بالتهنئة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام الذين من الله عليهم بالوقوف في عرفات والوصول إلى منى بيسر وسهولة وطمأنينة وفي أمن وأمان. لقد وقف أكثر من 1.5 مليون حاج على صعيد عرفات، جاءوا من شتى بقاع الأرض من أكثر من 130 دولة، يحملون أكثر من 170 جنسية بألوان وأعراق ولغات متعددة، يرددون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. مئات الآلاف منهم من كبار السن، وتزيد أعمارهم على 70 عاماً، ونصفهم من النساء. لقد كان تجمعهم ووقوفهم أبلغ تعبير،
وأفضل تجسيد للتعاليم الإسلامية السامية تعميقاً للقيم الإنسانية المسالمة، وقد حفتهم عناية الله ثم رعايتكم الكريمة وحسن ضيافة الشعب السعودي الذي يتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجيج والعمل على توفير أقصى سبل الراحة لتيسير أداء الحج والعمرة لضيوف الرحمن الذين جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها. خادم الحرمين الشريفين، ظلت توجيهاتكم الكريمة ونهجكم الذي سنه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وسار عليه من بعده أبناؤه الملوك نبراساً للعمل على تأمين وتسهيل أداء مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام لكافة المسلمين، وكانت المتابعة المتواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حافزاً للعمل الجاد والدؤوب لتنفيذ الخطط التشغيلية التي تم العمل على إعدادها منذ انتهاء موسم حج العام الماضي، وبعد تخطيط ودراسة مبنية على التجارب والخبرات المتراكمة للمملكة العربية السعودية في خدمة وتنظيم وتوعية جموع الحجيج ليعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين. لقد وجهتم حفظكم الله بالتخفيف على المسلمين، وذلك بمنح وإصدار التأشيرات للحجاج إلكترونياً دون الحاجة لهم لمراجعة السفارات السعودية في الخارج، كما وجهتم بالاستمرار والتوسع في تطبيق مبادرة طريق مكة والتي يتم فيها إنهاء جميع متطلبات دخول الحجاج للمملكة في مطارات بلدانهم ليتم استقبالهم والاحتفاء بهم في منافذ دخول المملكة وكأنهم قادمون على رحلات داخلية. وقد حرصتم حفظكم الله على تسخير أفضل وسائل النقل وتوفير المرونة والأمان لتنقلات ضيوف الرحمن، وذلك بتدشينكم قطار الحرمين وتجربته شخصياً إلى المدينة المنورة. وامتداداً لإنجازات هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها وحتى عهدكم الزاهر، فقد دشنتم حفظكم الله من بيت الله الحرام وفي العشر الأواخر من شهر رمضان برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 وإطلاق 130 مبادرة اعتمد لها ميزانيات تزيد عن 100 مليار ريال، سيشارك في تنفيذها أكثر من 32 جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص يعملون جميعاً يداً واحدة ولهدف واحد هو خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة وتوسعة الحرمين الشريفين والعناية بهما وتهيئة المشاعر المقدسة وتوفير البنية التحتية والمرافق والخدمات بكافة أشكالها وتوظيف التقنية في خدمة ضيوف الرحمن. وسيذكر التاريخ بكل العرفان وسيشهد العالم بدوركم يا سيدي الرائد في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين والاهتمام بشؤونهم ومد يد العون لهم وما تقومون به لإتاحة المزيد من الفرص للمسلمين لأداء فريضة الحج، واستضافتكم الكريمة لآلاف الحجاج من مختلف البلدان الإسلامية ولأسر الشهداء من إخواننا في فلسطين ونيوزلندا وغيرهم
من مسلمي أفريقيا والعالم أجمع. ضيوف الرحمن، بكل فخر واعتزاز تقوم جميع الجهات الحكومية العسكرية والمدنية والعاملون بها، ويشاركهم مقدمو الخدمات من القطاع الخاص ومؤسسات الطوافة وغيرهم، والذين تصل أعدادهم إلى أكثر من 350,000 عامل، ببذل أقصى الجهود لتقديم أرقى الخدمات وتهيئة المناخ المناسب والاحتياجات والخدمات اللازمة لراحتكم وطمأنينة وأمن هذه الأعداد الهائلة من المسلمين الذين يفدون من كل حدب وصوب من العالم ليجتمعوا في بقعة واحدة، ويتنقلون جميعا بين مشاعر الحج بمحددات زمانية ومكانية، حتى يغادر آخر حاج إلى دياره سالما غانما بإذن الله، راضيا تمام الرضا عن كل ما وجده من وفادة في هذا البلد المعطاء. كما يتشرف أبناء وبنات المملكة العربية السعودية من المتطوعين والمتطوعات من المحترفين في شتى المجالات بخدمة الحجيج ومساعدتهم بكل ما يملكون من إمكانيات لتقديم الرعاية والعناية لتسهيل أدائهم للنسك. ورجال أمننا البواسل الذين قاموا بواجباتهم الأمنية على خير وجه، مواقفهم الإنسانية الرائعة سيحملها معهم الحجاج إلى بلدانهم كأجمل ذكرى في هذه الرحلة الإيمانية العظيمة. لهم جزيل الشكر وخالص الدعوات بأن يوفقهم الله ويجزيهم خير الجزاء ويعينهم على أداء واجباتهم. خادم الحرمين الشريفين، لقد عقدت بتوفيق الله ندوة الحج الكبرى التي تشكل امتداداً للدور الإسلامي الكبير للمملكة في إبراز إنسانية وعالمية الإسلام وقيمه تحت شعار الإسلام تعايش وتسامح. دعي إليها نخبة من علماء ومفكري المسلمين المتخصصين في العلوم الشرعية والطبيعية والطبية، كما حضرها نخبة من المؤثرين من المسلمين العالميين في المجالات الرياضية والاجتماعية والإعلامية. وقد تناولت الندوة في بحوثها وحواراتها سبل تعزيز التلاحم والتواصل بين علماء ومفكري وأبناء الأمة الإسلامية، وطرق تكريس الدعوة للاعتدال والوسطية والبعد عن التطرف والغلو، كما دعت إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام. أسأل الله عز وجل أن يسبغ عليكم سيدي موفور الصحة والعافية والتمكين، وأن يجري الخير على يديكم، وأن يديم على بلادنا وبلاد العالم أجمع الأمن والأمان والسلام. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الآن يا سيدي لرابطة العالم الإسلامي، يلقيها نيابة عنهم معالي الشيخ الدكتور محمد هداية نور واحد، عضو المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، أحد كبار العلماء المساهمين في وثيقة مكة المكرمة، نائب رئيس مجلس الشورى في جمهورية إندونيسيا. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصحاب الفخامة والسمو، أصحاب الفضيلة والمعالي، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد،
فنحمد الله تعالى على ما تفضل به من تيسير الحج وأمنه وتعزيز أخوة الإسلام على هذه البقاع الطاهرة، وهي تنعم بلطف المولى جل وعلا ورعايته، حيث اصطفى لهذا العمل الجليل من نهض بمسؤوليته بكل قوة وأمانة، فكانت خدمة الحرمين الشريفين تكليفا وتشريفا. وباسم رابطة العالم الإسلامي التي تضم في مجالسها وهيئاتها ومجامعها العالمية كبار علماء ومفكري الأمة الإسلامية، أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أجزل الشكر وأوفاه على ما لمسه الجميع من الأثر المبارك لخدمة الإسلام والمسلمين. خادم الحرمين الشريفين، أيها الجمع الكريم، لقد صدر عن أكثر من ألف ومئتي مفت وعالم في شهر رمضان الماضي، وهم يمثلون 27 مكوناً إسلامياً من مختلف المذاهب والطوائف. صدر عنهم وثيقة تاريخية هي وثيقة مكة المكرمة. في أعقاب مؤتمر رابطة العالم الإسلامي، لقد حفلت هذه الوثيقة ب29 فقرة رسمت منهج علماء الأمة الإسلامية مجتمعين لها في أظهر البقاع، حيث قبلتهم ومرجعيتهم الجامعة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. وقد وافى صدور هذا المنجز الكبير فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. ومن فضل الله تعالى إن هذه الوثيقة لقيت ترحيبا كبيرا سواء من الداخل الإسلامي أو من خارجه، موضحة سنة الخالق سبحانه في الاختلاف والتنوع والتعدد، ورافضة كافة شعارات الاستعلاء والإقصاء وأصوات الكراهية والعنصرية أيا كانت ذراعيها، مع التأكيد على أن التباين بين الأمم والشعوب في الأديان والثقافات ينعو الجميع للتواصل وللحوار والتعايش والتعاون. لقد تحدثت هذه الوثيقة عن الحقوق والحريات المشروعة، مؤكدة أن الحرية الشخصية لا تسوغ الاعتداء على القيم الإنسانية ولا تدمير المنظومات الاجتماعية، وإن ثمة فرقا بين الحرية والفوضى، وإن كل حرية يجب أن تقف عند حد القيم العامة لكل مجتمع أو القيم الإنسانية المشتركة، كما يجب أن تقف عند حريات الآخرين وحدود الدستور والنظام، وأن تكون مراعية للوجدان العام وسكينته المجتمعية. وقد دعت الوثيقة إلى سن التشريعات الرادية لمروجي الكراهية والمحرضين على العنف والإرهاب والصدام الحضاري. وحفظت الوثيقة للمرأة حقوقها، فأكدت على أهمية تمكينها وفق منظومة القيم، بل إنها دعت إلى نماذج من العدالة التي لا تزال عالقة في كثير من الدول التي ترفع شعارات الحقوق والحريات. خادم الحرمين الشريفين والحضور الكرام، ندرك نحن علماء الأمة الإسلامية من مظلتنا العالمية رابطة العالم الإسلامي التي أصبح لها قدم صدق مؤثر حول العالم، ندرك أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا، ولا سيما فيما يتعلق بنشر الوعي في الوجدان الإسلامي وبخاصة لدى الشباب، غير أنه وبحمد الله تم عن طريق الرابطة العالم الإسلامية تقديم عدد من المبادرات ببرامج عملية ذات أثر مشاهد ومشكور، ولا سيما تعزيز المناعة الفكرية وتوعية العاطفة الدينية والنظر لعدد من الأمور وفق قواعد الشريعة ومقاصدها وحسن التدبر في المآلات، ومن ذلك ترشيد الوعي حيال نظريات التآمر والخوف من الآخر أو التوجس من التعايش معه، مع أهمية إعادة قراءة الأحداث والوقائع بأسلوب يجعلها أمام محك الشرع ومنطق العقل. خادم الحرمين الشريفين، وهنا نقول إن قراءة التاريخ وتحليله بكل موضوعية تمنع من توظيفه في دعم المواقف العدائية وبقائها حية في كياننا الذي حقه بحسب الأدب الإسلام الرفيع أن يكون متسامحاً متسامياً، وتلك حكمة الإسلام وخلقه العظيم.
حفظكم الله يا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدكم الأمين وجزاكم خير الجزاء على كل خير قدمتم وتقدمون للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء. وتقبل الله المولى جل وعلا من الحجاج حجهم وغفر ذنبهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يا سيدي كلمة رؤساء مكاتب شؤون الحجاج يلقيها نيابة عنهم معالي الشيخ الدكتور خالد أبا ذر العطية رئيس مكتب شؤون حجاج العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الأنعام ويألهون إليه ولوه الحمام، جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف أنبيائه وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه، يحرزون الأرباح في متجر عبادته ويتبادرون عنده موعد مغفرته، جعله سبحانه للإسلام علما وللعائذين حرما، فرض حجه وأوجب حقه وكتب على الناس وفادته، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم أزكى الصلوات وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين المبعوث هدى ورحمة للعالمين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أصحاب الفخامة والسمو والمعالي وأصحاب الفضيلة والسماحة العلماء الأجلاء، الضيوف الكرام، أصحاب السعادة رؤساء مكاتب شؤون الحجاج، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني في هذا اليوم الأغر المثول بين أيديكم نائباً عن حجاج العالم الإسلامي عامة وحجاج جمهورية العراق خاصة وعن أخواني رؤساء المكاتب المنظمة لشؤونهم كافة لإسجاء خالص التهاني والتبريكات لكم جميعاً ولأبناء العالم الإسلامي أجمع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وقرب انتهاء شعار الحج لهذا الموسم المبارك الذي يتميز بالنجاح الباهر على الصعد كافة والسهر على سلامة الحجاج وراحتهم وتأمين الخدمات اللازمة لتمكينهم من أداء مناسكهم على الوجه الأتم. لقد شهد موسم الحج لهذا العام الذي يجيء في أعقاب اكتمال مشروع التوسعة الكبيرة للحرم المكي الشريف بفضل الله عز وجل أولاً وبفضل توجيهات وعناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، تطوراً ملموساً ورقياً واضحاً في أسلوب الإدارة ومستويات التنظيم والخدمة ومبادرات الرعاية الإنسانية التي قدمتها الجهات المختصة والمعنية كافة في حكومة المملكة العربية السعودية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، اكتمال مشروع تنظيم شؤون الحجاج عبر نظام المسار الإلكتروني الذي يكفل تأمين حزمة الخدمات اللازمة لكل حاج قبل إصدار تأشيرة دخوله إلى المملكة، الأمر الذي هيأ ظروف الإقامة والخدمة اللائقة لكل حاج. خادم الحرمين الشريفين، سادة الكرام، إن من أعظم مقاصد الإسلام ومن أهم غايات الحج ومنافعه هو الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية وتقوية أواصر الأخوة والمودة والتعاون بين أبناء شعوب المسلمين بمختلف مذاهبهم وأعراقهم وألوانهم ولغاتهم وأوطانهم. ولا شك أن أمتنا الإسلامية اليوم في أشد الحاجة إلى تحقيق هذا الهدف السامي في ظل الهجمة الشرسة
التي تتعرض لها من قبل أعداء الإسلام والمسلمين الذين يحاولون تفريق وحدتهم وزرع الفتنة والشقاق بينهم. إن مكة بمعناها الرسالي العظيم ومحوريتها في وعي الأمة الإسلامية بمثابة القطب الذي يستحث أرواح المسلمين ويستجمع شتات أمرهم مهما تفرقت بهم السبل وتنازعتهم الاختلافات، حكمة ربانية بالغة أن تجمعنا شعيرة الحج، وذلك النداء الإبراهيمي المتجدد والذي يتردد صداه إلى قيام الساعة ويسري في أصلاب الموحدين شوقا وطاعة. نلتقي في أقدم تجمع عبادي بشري على وجه الأرض تتجسد فيه رسالة مكة، ليس بأثرها المادي المليوني وحسب، وإنما في معناها الرمزي وقيمتها المعنوية وهدفها الاستباقي والاستشرافي في حفظ وحدة المسلمين في مواجهة تصاعد الاستقطابات والصراعات بأبعادها الدولية وخلفياتها الفكرية والحضارية. إن مكة كالشمس تمسك بالكواكب مهما تباعدت وتباينت في كتلها وأحجامها، ولا بد من الالتفات إلى كيفية تحقق هذه الإشراقات والأثر المنشود بأبعاده الإيجابية التي ينبغي أن تنعكس بالتواد والتراحم بين أبناء الأمة الإسلامية بقلوب مفتوحة وأنفس محبة راضية، والتركيز على المشتركات العظيمة التي تجمعهم واستذكار رسالة السماء التي تقلدتها أعناقهم وسيسألون عنها بعد حين، خصوصاً ونحن في مواجهة تحديات هائلة على الصعد كافة، ثقافية واقتصادية تنموية وسياسية واجتماعية. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك ومن رحاب هذا البلد الحرام الطاهر أن يوفق قادة الأمة الإسلامية جميعاً، ويوفقكم يا خادم الحرمين الشريفين للقيام بما أمرهم الله تعالى به من إعلاء كلمته وإعزاز دينه وإصلاح أمور عباده المؤمنين، إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي حفظكم الله، تتفضلون الآن بإلقاء كلمتكم الضافية لضيوف حج هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين القائل بكتاب الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات ضيوف الرحمن، أيها الأخوة والأخوات في أمتنا الإسلامية في كل مكان، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من جوار بيت الله العتيق، من منبر الوحي ومنبع الرسالة المحمدية الداعية للتسامح والتحاور. أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، يوم الحج الأكبر عاده الله على الجميع بالخير والبركات. أيها الأخوة والأخوات، في الحج تتجلى دعوة الإسلام الجوهرية في وحدة الأمة، كما في هذا التجمع الكبير بإقامتهم في هذه المشاعر المقدسة في زمان ومكان واحد، ملبين بدعوات ربهم الحج البيت العتيق، تاركين خلفه متاع الدنيا وزخارفها. أيها الأخوة والأخوات، لقد شرف الله المملكة السعودية بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وخدمة نفخر بها وجعلنا رعايتها وسلامتها في قمة اهتماماتنا، وسخر لهم كل ما يعينهم على حججهم وفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج وسلامة قاصدي بيته الحرام ومجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مكملين بأعمالنا الجهود الجليلة بذلها ملوك هذه البلاد المباركة منذ عهد مؤسسة جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله. أسأل الله لكم هون أعمالكم وأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا ودعاءكم مستجابا وأن يعيدكم إلى بلدانكم سالمين غانمين إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف المدعوون الآن بالسلام على مقامكم الكريم حفظكم الله ورعاكم.